أيضا هنا في هذا المساء وسط هذه الفرحة التراثية في عاصمة ميادين السباقات في هذه اللحظات المميزة استكمال أشواطنا الأحد عشر التي تكون مع بداية الانطلاقات وبداية التحديات. ينطلق هنا رابع الأشواط بهذه المشاركة الشبابية لأبناء الوطن من خلال التحديات والتنافس في هذه الرياضة العربية الأصيلة. إلى المقدمة هتاش يبدأ بالمركز الأول سيد بن عويضة بن محمد الكربي في الانطلاق. هناك المركز الثاني وجود ثاني المراكز وهي قمري مبارك بن سيد بن محمد الشامسي المركز الثالث في هذه اللحظات وهذه الانطلاقات. عرجان حمد بن عبيد بن محمد الرشدي والمركز الرابع في هذه الأمسية. هنا كيفان محمد بن أحمد بن علي الاكتبي بينما تقدم إلى المركز الأول مهوس في المركز الأول سعود بن حمد بن مصلح الإحبابي من خلال هذه المنافسة. المركز الرابع إلى وجود شقران محمد بن راشد بن عوض بن طويرش العفاري. المركز الخامس مع هذه البداية وهو زعفران مطر بن محمد بن راشد بن ضبيعة مع هذه الانطلاقات وخماسية المقدمة التي تعلن هذا الأداء الجميل في هذه الانطلاقة وفي هذه المنافسة. التقدم إلى هتاش اللي بدع المركز الأول. فرحتنا هنا وطنية تراثية في هذه الأمسية. هتاش يقود المقدمة سيد بن عويضة بن محمد الكربي ما شاء الله مسجلا دائما مشاركاته المتميزة. المركز الثاني في هذا الانطلاق وهي هنا هي عرجان حمد بن عبيد بن محمد الراشدي والدخول قادم بقوة من مهوس سعود بن حمد بن مصلح الإحبابي. هنا المركز الرابع إلى رابع المراكز زعفران مطر بن محمد بن راشد بالضبيعة مع هذه الأسماء. المركز الخامس نعود إلى وجود شاهين علي بن محمد بن عبد الله العفاري. هذه الأسماء الخماسية التي تعلن هذه الأسماء تطالع هذه التحديات. سلام إلى المقدمة سلام إلى المركز الأول هتاش. إذن هنا المقدمة والصدارة هتاش يسيطر على المركز الأول سيف بن عويضة بن محمد الكربي. سلام يا ناهل سلام سلام ما شاء الله وتبارك الله انفراد قيادة تحكم إلى هذه اللحظات وخط النهاية يبتسم إلى هتاش مع اللحظات الأخيرة. المركز الثاني كان وجود زعفران محمد بن مطر بن راشد بن ضبيعة. المركز الثالث وجود شاهين مهوس سعود بن حمد بن مصرع الحبابي. المركز الرابع دخول عرجان حمد بن عبيد بن محمد الراشدي. والمركز الخامس ايضا انطلاق شاهين علي بن محمد بن عبد الله العفاري. المركز السادس دخول قادم يحمل ايضا التنافس من مهاجر حمد بن سعيد بن حمد العامري. والمركز السابع انطلاقنا مع وجود ايضا الفائز حمد بن خليفة بن هزيم المسافري. المركز الثامن الى وجود الانطلاقات وهو مرحب سعيد بن سالم بن قنزول العامري. المركز التاسع ما شاء الله شكرا للزملاء ما يخصك محمد بن مصبح بن محمد الخاطري. والمركز العاشر كان وجود ربدان في المركز العاشر محمد بن عبد الله بن شاوي الاجتبي. هذه المراكز العشرة الأولى ولكن الصدارة 3 دقائق 11 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. كان هنا هتاش سيف بن محمد سيف بن عويضة بن محمد الكربي. تهانينا والناموس سلام يا ناهل سلام. هناك المركز الثاني زعفران مطر بن محمد بن راشد بن ضبيعة. المركز الثاني 3 دقائق 15 ثانية 8 من الأجزاء من الثواني ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثالث كان التقدم من مهوس على المركز الثالث سعود بن حمد بن مصلح
الاحبابي في هذه الثلاث دقائق 17 ثانية وجزئين من الثانية. اما المركز الرابع نشوف المركز الرابع ونتابع الانطلاقات، الرقم 18 عرجان حمد بن عبيد بن محمد الراشدي المركز الخامس في هذا التحدي. وجود شاهين علي بن محمد بن عبد الله العفاري، هذه الاسماء التي انطلقت مع هذه اللحظات ما شاء الله. مهاجر حمد بن سعيد بن حمد العامري كان في المركز السادس. تهانينا والناموس، المشاركة هنا اعلنت